اليوم الصباح سلمنا التقرير لرئيس الحكومة وجمعنا على هذه لقاء صريح وإيجابي جدا، لأن يعني رئيس الحكومة قال بالحرف الواحد أنه أن مسألة الإصلاح الإعلام هي تهم أهل المال، هي تهم الصحفيين، وأن الحكومة ليست طرف في عملية الإصلاح ولا تريد فرض أي وصاية على الإعلام. علاش متخوفة؟ لأني أنا كيف شهدت فترة الاستشارة ما سمي بالاستشارة الوطنية، وأنا سميها استشارة نهضوية تجمعية مش استشارة وطنية. الاستشارة الوطنية شفت وجوه متاع ناس طردهم من وكالة تونس إفريقيا للأنباء موجودين في الصفوف الأولية، وشخص اللي كان معناتها المشرف بحسب الرئيسي على هذه الاستشارة، الشخص هذايا كان يقدم في التقارير العبد مهم عبد الله بمناضلي المجتمع المدني، كان المحور الرئيسي اللي هو محمد حمدان، واللي عام 2005 قدم تقرير بالسيدتين سهم بنت درين وراضية المصراوي العبد مهم عبد الله. رجع على عديد المتداخلين تسألوا حول علاقة الحكومة الحالية بالهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، وما هو دور الحكومة في عملية الإصلاح. نحن نعلم أن في مراحل الانتقال الديمقراطي الإعلام ليس هو سلطة مضادة، الإعلام هو مجهول لمراقبة الحكومة، الإعلام هو إذا السلطة تهدف إلى منع الحكومة من الاستفتاء. الهيئة تصديت المحاولات باش ثم أطراف حابة تسيطر على عمل الهيئة وتنقص من الاستقلالية متاعها، ما نجمش نقول شكون الأطراف هذوما. توضيح في عملية ما ذكر أنه براد فار مع الحكومة والهيئة، نحب نقول حاجة هو أنه النجم نترجموها لعملية شد حبل بين الهيئة وطرف بعينه، سواء كان في حكومة باجي قايد السمسي أو في حكومة السيد محمد الجبالي. فما وزير إعلام غير معلن موجود الآن في حكومة سي محمد الجبالي، كما أيضا حاول مستشار سي باجي، ولو أنه الحبل كان موجود في حكومة سي باجي قايد السمسي وما تقطعش نهائيا، أما الآن تقطع نهائيا وكانت نية مقصودة لتهميش الهيئة. سلوكي زيتون اليوم هو وزير إعلام غير معلن ويقوم بدور كوزير للإعلام. عبد عبدالله قبل كان سي مؤسسين يحاول يلعب الدور، لذلك كان عملية شد الحبل بين الهيئة يعني والحكومة، فما هي مقصودة لتهميش الهيئة 5% 5% وخذت اتفق معه اطلع الأول قبل أن تلاع تأخر الهيئة يدعو إلى استشارة، وشوفنا كانت حقيقة مهزلة، يعني استشارة بأدوات وبأشخاص يعني كانوا رموز لتدمير الإعلام. أنا ما أعتقدش دينية أو إرادة سياسية لإصلاح. اليوم نتمنى وإحنا ما نشتربين من الحكومة بتعتذر، ولكن نتمنى أن يتم تدارك الأخطاء، لأنه قبل الاستشارة لابد من الاتفاق مع الأطراف لإعداد الاستشارة، لإعداد ورقة عمل، لإعداد استراتيجية للخروج بقرارات. وحكينا قبيلة أنه هالكلام والتوصيات هذه شو ما قالها وشو شروط تنفيذها، وإذا تقعد حبر على ورقة هنا يلزم الإعداد بين كل المتدخلين وعلى رأس الهيئة لإعداد ورقة عمل، لإعداد توصيات، لإعداد قرارات من خلال الاستشارة. سنو الاستشارة تكون فقط يعني ضرب رماد على العيون، أو يعني من أجل حكومة تكون هاي خدم قبل 3 مايو. نتمنى أن يكون العكس. بالنسبة لأنه ما أعرف إيش أقول لك بالتجربة سيخطوك التجربة أنه الانزلاقات تنجم تكون واحدة.
الانزلاق نحو الاعلام الحكومي من جديد، معناتها يلزم شويه يقظه، مش شويه برشا يقظه من قبل جميع يعني المهنيين والمجتمع المدني، خاطر المهنيين وحدهم ما ينجموا يعملوا حتى شيء، بالتجربه المهنيين وحدهم ما ينجموا يعملوا حتى شيء. وانا نقول اذا كان طاح الاعلام يعني بقيه مقاومات المجتمع المدني باش تطيح، وهذه بالتجربه صحيح. هو في الواقع نشوفوا المحاولات بتاع الحكومه، واعتقد محاولات يائسه وبائسه بأدى معنى الكلمه، لان باش كان باش نرجعوا كما كنا قبل على اساس هو الاعلام حر وبعدا نحاولوا كيفاش نركعوه، هو القضاء حر وبعدا نحاولوا كيفاش نروح. انا لا يمكن اعتبار وتنظيم استشاره وطنيه تهم الاعلام بدون مشاركه الاعلاميين بدائهم، مشاركه الصحفيين. نظن ان من الغباء باش نعتقدوا الا في الظرف هذايا باش الناس ترضى بنتيجه هذه الاستشاره التي لم يشارك فيها اعلاميون. Je représente la coordination des bailleurs de fonds et des opérateurs techniques qui travaillent en appui au secteur des médias tunisiens. Donc notre travail, c'est vraiment de coller aux demandes des médias tunisiens et d'essayer de faire en sorte que les bailleurs de fonds et les opérateurs puissent y répondre, donc en termes de projets de formation, etc. Donc c'est important pour nous de suivre les débats ici parce que INRIC a remis une série de recommandations à la fois techniques et politiques sur la situation des médias, et nous devons pouvoir y prêter attention. Donc à partir de ce moment-là, moi je trouve que la situation est un peu préoccupante pour le moment. On sent bien qu'entre le gouvernement et l'INRIC et le secteur des médias, il y a une certaine méfiance. Et donc comment on peut apporter en tant que collaborateur étranger un appui pour essayer de diminuer cette méfiance? Je crois que c'est en professionnalisant les médias. Donc en leur permettant d'être beaucoup plus objectifs. Et professionnalisation veut dire plus de formation. Donc c'est là où les bailleurs de fonds peuvent répondre à un besoin ici en Tunisie. Bien sûr, c'est pas à nous à rentrer dans les questions politiques entre le gouvernement et l'INRIC, mais en tout cas pouvoir y répondre par un appui technique qui permette aux médias d'être plus professionnels. S'ils sont plus professionnels, ça leur permettra d'être plus indépendants aussi par la suite.